لمين بتهدي الوردة الحمراء بعيد الحب؟ بهديها لكل السوريين، لكل السوريين اللي صار لهم سنين عم يناضلوا لتبقى سوريا وليعيشوا ضمن سوريا ويضلوا بسوريا، فبتصور سوريا هي اللي بتحتاج وردة حمراء. روعة، عيد الحب 14 شباط قرب، لمين بتهدي؟ اهديه لحدا، ما في، بهديه لأمي وأخواتي، هدول الحب الحقيقي، هدول اللي هيك. أما رجل لا، ما بهديه لحدا لأنه بلد كذبة، كذبة، احنا منكذب على حالنا انه هذا منحبه، وياي كذبة عن جد، مو لأنه انا عم أقول هيك، بس هي فعلا كذبة. احنا منكذب على حالنا انه منحب لأنه جعبنا نحب، يعني هلأ ممكن أقول لك بحب هذا الشخص، بس يمكن انا عم كذب على حالي لأنه جعبالي عيش الحالة. بس الحب الحقيقي 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 هو الناس اللي مدمك ولحمك، هدول الحب الحقيقي. لا نحن اكيد يعني البلد بتتاثر بهذا الوضع اكيد، بس